بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تفضل أخي مدير الجلسة، البحث هو بعنوان أوضاع الفلسطينيين في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. وقد قسمت ورقتي إلى 4 مباحث. الأول منها تضمن الاستهداف الأمريكي للفلسطينيين في العراق بعد 2003 وأنواع الاستهداف. والمبحث الثاني تضمن استهداف الحكومات المتعاقبة بعد 2003 وأحزابها وميليشياتها للفلسطينيين في العراق وأنواع الاستهداف مع نماذج وشواهد من ذلك. وثم المبحث الثالث ضمنته الجهات المتورطة باستهداف الفلسطينيين في العراق. والمبحث الرابع خصصته لبيان العلاقة بين أمريكا وإيران والكيان الصهيوني. وقد تبدو معاناة الفلسطينيين في العراق مختلفة عما عاناه الفلسطينيون في دول المهجر، سواء في لبنان أو الأردن أو سوريا أو مصر، منذ عام 2048 وإلى يومنا هذا، وذلك لاختلاف الظروف والأحداث التي شهدها العراق. إلا أن الحقائق تؤكد جميعها أن الفلسطينيين في العراق عاشوا قبل 2003 على مدار نصف قرن تقريبا من الزمن في استقرار وأمان قبل أن تحتله أمريكا وبريطانيا بعد عام 2003. وقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق ما يقرب من 50,000 لاجئ، يتمركز غالبيتهم في بغداد والموصل والبصرة. فكانت الأنظمة والحكومات قبل الاحتلال تعامل الفلسطيني معاملة العراقي، وكان قد ورد قرار ونص قانون في ذلك في عام 2000 كما أظن، بأن الفلسطيني في العراق يعامل معاملة العراقي من جميع النواحي إلا فقط في مسألة الجنسية ومسألة الانتخابات العراقية. ولذلك كان الفلسطينيون متاح لهم كل شيء، سواء في الوظائف، سواء وظائف الرسمية، منحوا أيضا كل شيء يمكن أن يمنح العراقيين، وأصبح منهم أساتذة وأصبح منهم علماء، حتى على مستوى ضباط في الجيش العراقي كان بعض الفلسطينيين ضباطا في الجيش العراقي. ذكر الدكتور مثنى أيضا مسألة كيف وصل الفلسطينيون إلى العراق. كما ذكر، الموجة الأولى كانت في عام 1948 عندما كان الجيش العراقي مشاركا في حرب 48 ونقل العائلات الفلسطينية إلى العراق. وأيضا الموجة الثانية كانت بعد نكسة حزيران عام 67، وأيضا الموجة الثالثة كانت بعد حرب الخليج أو بعد حرب أو دخول العراق إلى الكويت. أيضا هجر الفلسطينيون من الكويت إجباريا بسبب موقفهم من العراق آنذاك. مسألة كما قلت سابقا، كان 50,000 لاجئ تقريبا في العراق. كانت بغداد تضم تقريبا 87% من هؤلاء اللاجئين. كان يسكنون أغلبهم في مجمعات في بغداد، وأشهر مجمع لهم هو كان مجمع البلديات المشهور. وأيضا يتواجدون في أحياء بغداد الأخرى مثل طوبجي وحي الأمين وغيرها. كان الاحتلال، احتلال العراق عام 2003 في 9/4، منعطف كبير في معاناة الفلسطينيين واستهدافهم بشكل مباشر وممنهج. ومع تشكيل الأحزاب الموالية لإيران التي ساندت الاحتلال الأمريكي، قامت تلك الأحزاب بتعبئة ضد الوجود الفلسطيني واستهدافهم بشكل مباشر، وكانت كل الدوافع بدوافع طائفية عنصرية وخدمة لإيران والكيان الصهيوني. ولكن استهداف الفلسطينيين كان معد مسبقا قبل احتلال العراق، والدليل على ذلك أنه في عام 2000 قصفت القوات الأمريكية مجمع البلديات في بغداد وأصابت عدد من الفلسطينيين وقتلت عددا آخر. إذا أردنا أن ندخل مباشرة في المبحث الأول الذي هو معاناة واستهداف الفلسطينيين من قوات الاحتلال بعد عام 2003، هناك إحصائية لبعض الجهات تؤكد أن من قتل من الفلسطينيين كان عددهم 600 شخص، وغيب أكثر من 550 شخص، وسجلت بعض المنظمات 809 اعتداء موثق وأكثر من 1000 معتقل وإصابة المئات من الفلسطينيين. ومن الجرائم التي ارتكبت في حق الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الأمريكي، أولها اقتحام السفارة الفلسطينية في بغداد عام 2003 في شهر 5،
وسرقة أرشيف السفارة، واعتقل طاقم السفارة مع القائم بأعمال السفارة، أودعوا في سجون الاحتلال الأمريكي ما يقرب من عام تقريبا. أيضا استهداف الفلسطينيين من قبل القوات الأمريكية من خلال القرار الذي نزع منهم صفة اللجوء في العراق، وذلك عندما أصدر بول بريمر مطلع عام 2004 قرارا ألغى فيه جميع الامتيازات التي منحها مجلس قيادة الثورة قبل عام 2003، ونزع صفة المقيم الدائم من الفلسطينيين، ووصفهم بريمر بأنهم أجانب غير مقيمين. ويعد هذا القرار هو بداية استهداف منظم للفلسطينيين في العراق. ومع أن هذا القرار مجحف بحق الفلسطينيين، إلا أن أعضاء مجلس الحكومة آنذاك لم يقفوا ضد هذا القرار، وإنما صمتوا عليه وكأن شيئا لم يكن. ثم بعد ذلك تبين أنهم كلهم موافقون على هذا القرار، كما سيأتي في قرارات الحكومات العراقية بعد 2003. أيضا من الاستهداف الذي قامت به القوات الاحتلال الأمريكي في العراق مداهمة المقرات الفلسطينية المدنية داخل العراق. فأيضا استهدف قوات الاحتلال مقرات الفلسطينيين وأغلقت أبوابها واعتقلت العاملين فيها، ومن ذلك مداهمة مقر الهيئة الوطنية الفلسطينية في عام 2004 وتدمير ومصادرة محتوياتها واعتقال أعضائها ومطاردة وملاحقة بعض الذين لم يعتقلوا في تلك الحملة، واتهم رئيسها بالإرهاب، وخصصت القوات الأمريكية 50,000 دولار لمن يدلي معلومات تؤدي إلى اعتقال رئيس الهيئة. وأيضا الاعتداء على بيت الطفل المسلم الفلسطيني، وأيضا الاعتداء على جمعية المرأة الفلسطينية، وأيضا الاعتداء على روضة وحضانة حيفا، وكذلك المراكز الأخرى. أيضا قامت القوات الأمريكية بقصف التجمعات الفلسطينية، وهذه انتهاكات خطيرة، عندما قصفت مجمع البلديات بالصواريخ والدبابات، ثم اقتحمته بعد ذلك في 7/4/2003، وأدى هذا القصف إلى تدمير أكثر من 12 شقة، وقتل عدد من الفلسطينيين آنذاك. وفي 2/9/2004 طوقت قوات الاحتلال الأمريكي بالمدرعات والدبابات، وقصفت بعض المجمعات، أيضا مجمع البلديات، واقتحمت المجمع واعتقلت عدد من الفلسطينيين من دون أي مبرر. ولا أريد أن أطيل على كثيرا في هذه الجرائم، فهي كثيرة جدا. أيضا من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمريكية هو حملة اعتقالات عشوائية طالت النساء وطالت الرجال وطالت حتى طلاب الجامعات، فاعتقل مرة واحدة 12 طالبا بدون أي مبرر، واعتقلت عدة نساء سواء في بغداد سواء في الموصل، وهناك إحصائيات كثيرة في هذا المجال. ولكن بالمجمل يتبين أن الاحتلال الأمريكي تعمد إفقاد الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في العراق، واستباحة انتهاك حقوقهم والإغال في معاناتهم من خلال غلق السفارة الفلسطينية واعتقال العاملين فيها. ولم يكن للأسف مجلس الحكم المشكل من قبل الحاكم المدني بول بريمر أقل سوءاً من قوات الاحتلال، لأنه تخلى أيضا عن الفلسطينيين كلاجئين وكضيوف على الشعب العراقي، وهذه كانت المعاناة الأولى التي كانت يواجهها الفلسطينيون في العراق. المبحث الثاني هو استهداف الفلسطينيين من قبل السلطات العراقية في العراق وميليشياتها وأحزابها. لم تختلف معاناة الفلسطينيين في العراق في ظل حكومات الاحتلال بعد عام 2003 تحت سطوة الاحتلال الأمريكي، وإنما ازدادت سوءا، فالانتهاكات تعددت وتنوعت ضدهم واستمرت ولم تتوقف، لأن الاحتلال هو من شكل هذه الحكومات على أسس طائفية وعرقية، وكانت سمة المحتل الأمريكي هو الاعتقالات، وكانت سمة الحكومات وميليشياتها هو القتل والخطف والاعتقال والتهجير بحق الفلسطينيين. ومن الأمور التي تظهر التجاوزات والجرائم بحق الفلسطينيين هو القرارات والقوانين الجائرة بحق الفلسطينيين.
ولعل من أهمها أنه استمر الحكومات المتتالية المتعاقبة في ظل الاحتلال استمرت بعمل قانون بريمر بعدم إعطاء صفة اللاجئ للفلسطيني ومعاملته معاملة الأجنبي الذي يدخل العراق، وأيضا ألغت الإقامة الدائمة ومطالبة الفلسطينيين بمراجعة مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية وإحضار جميع أفراد العائلة كل شهر. وكان هذا الذهاب فقط الذهاب إلى مركز الشرطة في عام بعد عام 2003 هو بحد ذاته مخاطرة، وكأنما يذهب الفلسطينيون إلى مراكز الشرطة كأنهم يذهبون ولا يعودون بسبب المخاطر التي كانوا يتعرضون لها. أيضا أوقفوا إصدار وتجديد وثيقة السفر كما ذكر أخي الأستاذ حاتم. هناك أيضا أمور أخرى من الاستهدافات، استهداف الفلسطينيين إعلاميا ومحاولة تشويههم. استهدفت الأحزاب الموالية لإيران والميليشيات الفلسطينيين من خلال شيطنتهم إعلاميا وتشويه صورتهم. فشن الإعلام الحكومي وقناة العراقية وقناة الفرات وصحيفة الصباح الناطقة باسم الاحتلال الأمريكي حملات تشويه كبيرة ضد الفلسطينيين في العراق لخلق رأي عام ضد الفلسطينيين في العراق، فحمل الفلسطينيين مسؤولية مآسي العراق وما يتعرضون له من انتهاكات. فاتهموا الفلسطينيين بالتفجير بتفجيرات تقع داخل بغداد وحملتهم المسؤولية، فأخذوا يعتقلون الفلسطينيين. وفي حادثة خطيرة أيضا كان قد حدث تفجير في سوق شعبي في بغداد عام 2005، ثم ذهبت القوات الحكومية واعتقلت بعض الفلسطينيين، أربعة من الفلسطينيين، ثم بعد ساعات قليلة أظهرت القناة العراقية الفضائية أن المتورطين في التفجير هم من الفلسطينيين وتم إلقاء القبض عليهم. ثم في اليوم التالي شنت الصحف حملة إعلامية واسعة ضد الفلسطينيين، ثم أظهرت الحكومة في ذلك الوقت عراقيين يطالبون بطرد الفلسطينيين. فهذا كله كان ممنهج من أجل تشويه صورة الفلسطينيين. الإخوة الفلسطينيون ماذا فعلوا؟ خرجوا بتظاهرات يواجهون هذه الحملة الشرسة، كانت تظاهرات سلمية، فيطالبون بإطلاق سراح المعتقلين وأنهم لا صلة لهم بالتفجيرات وأنهم ضد الإرهاب الذي والتفجيرات الذي يواجه العراقيين. ولكن بعد ذلك ماذا فعلت الحكومة؟ أظهرت هؤلاء المتظاهرين على أنهم هم خرجوا من أجل إعادة نظام صدام حسين، وأنهم يشيدون بنظام صدام حسين، مع أن القضية مختلفة تماما. وبعد أن حكم هؤلاء بهذه التهمة التي لم يرتكبوها، تدخلت منظمة العفو الدولية بتوكيل محامين وتبين أن الاعترافات المنسوبة لهؤلاء الفلسطينيين غير صحيحة، ثم أطلق سراح المعتقلين بعد فترة من الزمن. ولكن الصحف العراقية والإعلام العراقي لم يتناول إطلاق سراح هؤلاء الفلسطينيين، وإنما كأنه أثبتت الجريمة بحقهم. وفي 7/6/2005 عرضت قناة الفرات الطائفية فلسطينيين على أنهم مجموعة إرهابية وأجبرتهم على الاعتراف بجرائم لم يفعلوها، ثم بعد اعتقالهم أطلق سراحهم في 1/12/2005 لعدم ثبوت الجريمة عليهم، طبعا أيضا بعد تدخل منظمة العفو الدولية. ولكن الغريب أنه بعد شهر القناة العراقية تظهر تسجيل هؤلاء الذين أطلق سراحهم على أنهم مجرمون وارتكبوا تلك الجريمة التي أصلا هم أطلق سراحهم. ومن النصوص التي كانت تكتب في جريدة الصباح اليومية الناطقة باسم الاحتلال أنهم كانوا يكتبون: احذر من الفلسطيني لأنه سيحاول وضع العراقيل أمامك، وخاصة إذا كان قد أكل من نعمة العراق. وأيضا كانت تكتب مقالات بعناوين كثيرة، ومن ضمن المقالات مقال بعنوان: بين العراقيين والفلسطينيين من يقتل من؟ وقد ضمنت المقالة افتراءات وأكاذيب كثيرة من أجل زرع الفتنة ضد بين العراقيين والفلسطينيين. وأيضا كانت تعلق لافتات كبيرة في الشوارع وعلى بعض مراكز الشرطة في بغداد، كتب عليها: نطالب بطرد ناكري الجميل المرتزقة الدخلاء الذين سفكوا دماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي ونسوا شهداء العراق في دير ياسين والجولان والكرامة. فإذا هذه كلها كانت مستهدفة وتستهدف الفلسطينيين، وكانت حملات ممنهجة. أيضا ارتكبت الحكومات العراقية والميليشيات
ضد الفلسطينيين مجازر وانتهاكات واسعة، منها فقد تعرض الفلسطينيون إلى حرب إبادة جماعية وحملة اضطهاد وتطهير عنصري كبير جدا، أجبرت أكثر من 45 فلسطيني ألف فلسطيني على الهجرة، ولم يبقى في العراق إلا أقل من 4000 فلسطيني هم الآن متواجدون في العراق، ولو سمحت لهم الفرصة لم يترددوا في مغادرة العراق، لأن ممارسات القتل والانتهاكات والاعتقالات والتهديدات هي مستمرة ولم تتوقف. فالتهجير، أمثلة من التهجير الذي تعرض له الفلسطينيون في العراق، فمثلا في حي الصحة في بغداد تلقت أكثر من 100 عائلة فلسطينية تهديدات بالقتل والإحراق إذا لم يغادروا بغداد خلال 72 ساعة، وهذه المنطقة كانت خاضعة لسيطرة جيش المهدي للتيار الصدري. وفي مجمع البلديات تعرض الفلسطينيون إلى حملات متكررة تهديد بالقتل إذا لم يتركوا بيوتهم ويغادروا العراق. وأيضا سجلت لجنة الإغاثة والمساعدات في منظمة فتح الفلسطينية تهجير قسري ل 344 أسرة فلسطينية في بغداد خلال شهر واحد في عام 2003. ومن وسائل التهديد كانت تمارس عليهم إرسال ظرف فيه عليه بقعة دم وفيه رصاصة، وأيضا كان يهجم أو يهجمون على البيوت الفلسطينية ويضربونها بقنابل صوتية كي يرعبوا الفلسطينيين من أجل أن يتركوا منازلهم. أيضا تعرض الفلسطينيون في تجمعاتهم السكنية إلى قصف واقتحامات من قبل الميليشيات والحكومة والأجهزة الأمنية، ورصدت إحدى المنظمات أكثر من 250 اعتداء بالقصف والاقتحام لمجمعات سكنية فلسطينية من قبل الميليشيات والأجهزة الأمنية. وأيضا تعرض الفلسطينيون إلى حملة قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري كبيرة جدا، فكانت الجهات الحكومية تعتقل وتقتل الفلسطينيين تحت التعذيب، وقد أكدت هذه الجرائم Human Rights Watch وبينت أن المعتقلين كانوا يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، وأكد التقرير وجود حالات تغييب لعشرات الفلسطينيين. وفي 23/1/2007 وثقت هيئة علماء المسلمين اختطاف 27 شخص من الفلسطينيين في منطقة الكرادة وحدها من قبل القوات الحكومية، وغالبا ما كان مصير هؤلاء المختطفين هو القتل والإلقاء في الشوارع، كما كان أيضا العراقيون يفعل بهم هكذا. وهناك حادثة مؤلمة يتناقلها الفلسطينيون في العراق، يعني تظهر مدى تعرض الفلسطينيين لانتهاكات بشعة. ملخص أن أحد العناصر الميليشياوية جاء إلى صديقه بأحد الإخوة الفلسطينيين وذبحه تحت قدمه هدية له يوم عقد قرانه. هذه هي أبرز العوامل التي دفعت الفلسطينيين إلى مغادرة العراق في ظل فقدان الثقة التامة بالحكومة أو بالحكومات المتعاقبة على حكم العراق، واللجوء إلى مخيمات النزوح في الصحراء على الحدود العراقية السورية الأردنية، وازدادت معاناتهم ومأساتهم، ولم يستريحوا أو يهنأوا من القتل أو الانتهاكات، وإنما لحقتهم الميليشيات والقوات الأمريكية فمارست عليهم أيضا انتهاكات واعتقالات داخل هذه المخيمات التي هي أيضا في الصحراء. المبحث الثالث تناولت فيه الجهات المتورطة باستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم، وهي معروفة لدى الجميع، فقد تشارك على اضطهاد الفلسطينيين في العراق عدة جهات، وأولها قوات الاحتلال الأمريكي والحرس الثوري الإيراني والحكومات في العراق بعد 2003 والأجهزة الأمنية وميليشياتها الطائفية الموالية لإيران، لأن الميليشيات هي الأداء الأبرز والأقوى في العراق، من خلالها تمارس إيران أنشطتها داخل العراق. ومن هذه الميليشيات جيش المهدي، منظمة بدر، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، حزب الدعوة، حزب الله العراق، كتائب الإمام علي، وغيرها من المسميات التي أصبحت الآن تدخل تحت مسميات ميليشيا الحشد الشعبي. فتآمروا هؤلاء وتشاركوا في استهداف الفلسطينيين، والشواهد والدلائل على ذلك كثيرة، وأولها اشتراكهم في استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم، وقد تقاسموا هذا الجهد، كل يقوم بواجبه، والغاية هي كانت واحدة، استهداف الفلسطينيين وقتلهم وتشريدهم. في 27 رمضان تعرض مجمع البلديات لقصف عشوائي بالهاونات بعد صلاة التراويح،
أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، ثم اقتحمت قوات الاحتلال الأمريكي المجمع بالقنابل الصوتية والعبوات الناسفة ودمرت بعض الشقق السكنية مصطحبة كانت معها الكلاب البوليسية، وثم شنت حملة اعتقالات واسعة من النساء والأطفال وكبار السن. وكان الأولى بها والأجدر بها كقوات احتلال هي أن تمارس هذه القوة ضد الميليشيات التي قصفت المجمع وليس العكس. إذن سوف أختصر سريعا على فقط العناوين. من عوامل الاشتراك، هؤلاء جميعا اشتركوا أيضا في تشكيل قوات الأمنية من الميليشيات الموالية لإيران، وأيضا كان الإشراف الإيراني المباشر على الميليشيات في العراق. أيضا كانت هناك من الدلائل التي أو ثبتت هذا التعاون هو بيانات هيئة علماء المسلمين وتصريحاتها من خلال كشفها للتعاون المشترك بين هذه الجهات، جميعها اشتركوا في استهداف الفلسطينيين. المبحث الرابع هو ضمنته لبيان العلاقة بين أمريكا وإيران والكيان الصهيوني. فمن يتابع الحرب الإعلامية بين إيران وبين أمريكا والكيان الصهيوني سيتصور للوهلة الأولى أن هناك عداء وصراع محتدم بينهم، وربما قضية الرهائن الأمريكان والحصار الجزئي الأمريكي على إيران تعزز هذا التصور، ويمكن أن يعذر أصحاب هذا التصور قبل احتلال العراق وأفغانستان، لأنه كان ممكن أن يكون قد انخدع بالخلافات التي تطرأ أو تظهر على الساحة، أو أن المؤشرات كلها تذهب بهذا الاتجاه. ولكن في السنوات الأخيرة أظهرت الدلائل والشواهد العملية أن هناك تعاون بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني، وهذه من هذه الدلائل سأذكر سريعا. أولا، تعاون أمريكا والكيان الصهيوني مع إيران في احتلال العراق ثم تسليمه لإيران، وهناك اعترافات صريحة موثقة من مسؤولين إيرانيين بأن إيران ساعدت أمريكا في احتلال العراق، ومنها ما قاله نائب الرئيس الإيراني محمد أبطحي، نائب الرئيس محمد خاتمي، حيث قال: لولا إيران لما تمكنت أمريكا من احتلال العراق وأفغانستان. وقد كرر رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هذه العبارة في نفس الإطار عندما قال: لولا إيران لما سقطت كابل وبغداد، والتعاون عن طريق تحريك أحزابها وميليشياتها كان هو السمة الأبرز في خدمة الاحتلال الأمريكي، مثل المجلس الأعلى ومثل حزب الدعوة وجيش المهدي وغيرها. وبسبب ذلك نالت إيران حصتها من الاحتلال في كلا البلدين. وقد اعترف بعض المسؤولين العرب بأن أمريكا تسعى لتسليم العراق إلى إيران، ومن هذه التصريحات تصريح وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في حينها عندما قال: إن أمريكا قدمت العراق لإيران على طبق من فضة. وقد حذر من هذا الخطر المسؤولون في الأردن وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني، ونشرت صحيفة السياسة الكويتية عام 2006 عن السيد عبد الله جول وزير الخارجية التركي حينها تحت عنوان: تركيا تحذر من مخطط إيراني للسيطرة على العراق وتصدير الثورة إلى العراق. أيضا هناك تعاونت أمريكا وإيران وميليشياتها في القضاء على انتفاضة العشائر العراقية، وهذا معلوم من يتابع الأمر. وأيضا تعاملت أمريكا مع أذرع إيران في العراق وسلمتها السلطة. أيضا هناك محاولات القضاء على المقاومة العراقية، لو كانت هناك إيران فعلا تخاصم أمريكا لما تعاونت إيران مع أمريكا للقضاء على المقاومة العراقية، وهذا واضح وثابت للعيان. أيضا الصمت الأمريكي عن تهديدات الحوثيين واحتلال إيران جزر إماراتية، وأيضا التوسع الإيراني والتخادم الإيراني الأمريكي فيما يجري في سوريا. أما في جانب التعاون الإيراني مع الكيان الصهيوني فقد ثبت بالأدلة وجود تعاون مشترك بين إيران والكيان الصهيوني، ربما عرج عليه الإخوة قبلي ولكن أذكره سريعا. أولا، ما عرف في وقتها بفضيحة إيران جيت أو إيران كونترا، وينسب اسمها إلى صفقة سرية لبيع الأسلحة بين أمريكا وإيران وبوساطة الكيان الصهيوني على الرغم من قرار حظر بيع الأسلحة إلى طهران. وقد كشف تصدير السلاح، وكان هناك يعني طائرات مخصصة لنقل السلاح
في حرب العراق ضد في حرب إيران ضد العراق، وكان هذا واضحا وقد كشف للعلن. أيضا استهداف الفلسطينيين في العراق، فهي اشتركت به أمريكا وإيران والكيان الصهيوني. وثالثا التغلغل الإيراني في سوريا، فبما لا يخفى على عاقل أن إيران أصبحت رقما صعبا في سوريا، وقواتها من الحرس الثوري الإيراني والميليشيات تسيطر على مساحات واسعة من سوريا، وهذا يشير بوضوح إلى أن هناك اتفاق بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى يسمح لإيران في التمدد في سوريا وبعض الدول العربية. وإلا لو كان هناك عداء حقيقي بين الطرفين لما سمحت أمريكا وإسرائيل بتواجد قوات وميليشيات إيرانية على مقربة من الكيان الصهيوني. وختاما يعني أذكر هنا لا سيما أن المقاومة العراقية التي تجابه وتحارب المحتل كما تفعل صنوانها المقاومة الفلسطينية قد أثبتت بالأدلة والشواهد التعاون الإيراني الأمريكي في احتلال العراق، الذي لولاه لما تمكنت المقاومة المقاومة العراقية من إنهاء المشروع الصهيوني الإيراني منذ وقت مبكر. وقد رأينا جميعا تداعيات احتلال العراق على مستقبل المنطقة والعالم كله، ورأينا أيضا كيف استطاعت إيران أن تنجح في تحقيق كثير من أهداف المشروع الصهيوني الأمريكي وتنزع العراق من حضنه العربي لصالحها وصالح أمريكا والكيان الصهيوني، كما تفضل إخوتي الباحثون قبل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.